ازيكم يا سنة أولى طلبة المنوفية. إن شاء الله بقى نتكلم النهاردة في تشابتر 2. معلش، هو تشابتر 1 من الشباتر التقيلة فعلا، لكن مش كل شباتر المنهج بالمنظر ده. يعني تشابتر 2 النهاردة تشابتر ايه، خفيف لذيذ كده، مش هيكون تقيل قوي زي تشابتر 1. طيب تشابتر 2 يا جماعة احنا هنتكلم فيه عن ايه؟ هنتكلم فيه عن حاجة اسمها البكتيريا الفسيولوجي. يعني ايه بكتيريا الفسيولوجي يا دكتور؟ فسيولوجية البكتيريا. انت خدت مادة اسمها الفسيولوجي، اللي هي مادة الفسيولوجي. الفسيولوجي اللي انت درسته ده الفسيولوجي بتاع جسم الانسان. طيب البكتيريا كذلك، البكتيريا ليها فسيولوجية. يعني ايه فسيولوجية بقى يا دكتور؟ يعني ازاي البكتيريا بتتكاثر؟ هل البكتيريا بتحتاج اكسجين ولا لا؟ هل البكتيريا بتحتاج ثاني اكسيد الكربون ولا لا؟ البكتيريا بتحتاج ملح ولا لا؟ ازاي البكتيريا بتتكاثر؟ مراحل تكاثر البكتيريا وهكذا، اللي هي الفسيولوجية الخاصة بنمو البكتيريا، ده البكتيريا الفسيولوجي. تمام؟ طيب أول عنوان يا جماعة معانا هو عنوان باسم البكتيريا الريبرودكشن، كيف تتكاثر البكتيريا. أنت خدت الكلام ده المفروض في تشابتر 1 زي ما شرحنا يا جماعة، وقلنا هنت بسيط في حتة البكتيريا الريبرودكشن لما كنا بنقارن ما بين البروكاريوتيك سيل والإيوكاريوتيك سيل، وقلنا البروكاريوتيك سيل البكتيريا بتتكاثر عن طريق حاجة اسمها الإيه؟ الباينري فيجن او السيمبل باينري فيجن، يعني الانشطار الثنائي البسيط اللي احنا خدناه في الاحياء. طيب يبقى انت عرفت الكلمه المهمه، الكلمه المضيئه بالنسبه لي هي ايه؟ هي الباينري فيجن، اللي هي الانشطار الثنائي البسيط. طيب كيف يتم، ازاي بيحصل بقى الانشطار الثنائي ده يا جماعه؟ ده اللي احنا هنشرحه في الصفحه الفاضيه. معلش ثانيه واحده اعلق دقيقه واحده بس. طيب يبقى قلنا بينقسم عن طريق السيمبل باينري فيجن. ازاي بقى يا جماعه؟ هي ايه فكره السيمبل باينري فيجن اصلا، او الانشطار الثنائي البسيط؟ انا عندي يا جماعه دي البكتيريا الام، المذر سيل، المذر سيل او البكتيريا الام. انا نهايه البكتيريا الريبرودكشن او نهايه الانقسام انا عايز اوصل لايه؟ لخليتين اتنين يا جماعه من نفس حجم الخليه الام. يبقى انا عندي خليه حجمها قد كده اهو، تمام؟ هتنقسم او هيحصل لها ريبرودكشن، فانا عايز النتيجه في الاخر ان يبقوا خليتين في الاخر من نفس حجم الخليه الام. طيب هل ينفع اقوم جايب الخليه الام دي كده واقوم جاي قاسمها فتبقى دي واحد ودي اتنين؟ غلط. ليه بقى؟ لان مثلا هي كانت كبيره، هي دي الخليه الام. طب قمت انا جاي قاسمها وبقت دي خليه واحد ودي خليه اتنين، طب ما الخليتين الجداد الدوتر سيلز او الخلايا الجديده هيبقى حجمهم صغير لانهم انقسموا من الخليه الام. يبقى لازم اول خطوه، اول خطوه في البكتيريال ريبرودكشن ايه هي بقى؟ اول خطوه يا جماعه ان مثلا ده باللون الاسود ده الخليه الام، لازم اول حاجه يحصل للخليه الام دي ايه؟ بنسميها بكتيريال ايرونجيشن، يعني الخليه حجمها يكبر، اهي تكبر عشان لما تيجي تنقسم تديني خليتين من نفس حجم الخليه الام. يبقى دي اول خطوه في البكتيريال ريبرودكشن، هي الايلونجيشن، الونجيشن، ان البكتيريا حجمها يكبر شويه او تطول يعني. تمام؟ طيب الخليه دي يا جماعه كان عندها دي ان ايه بتاعها، طب ما انا عايز اطلع خليتين اتنين وكل خليه عندها دي ان ايه. يبقى لازم الدي ان ايه يحصل له حاجه اسمها ايه بقى؟ دي الخطوه رقم اتنين، بيحصل حاجه اسمها دي ان ايه دوبليكيشن. يبقى دي رقم اتنين، دي ان ايه دوبليكيشن. دوبليكيشن ليه يحصل دي ان ايه دوبليكيشن؟ عشان اما اكون خليتين كل خليه يبقى عندها دي ان ايه زي الام بالظبط. يبقى رقم واحد الخليه الام لازم تكبر، الونجيشن، عشان اما تنقسم تبقى خليتين من نفس الحجم الخليه الام. رقم اتنين لازم يحصل حاجه اسمها دي ان ايه دوبليكيشن، الدي ان ايه بدل ما هو واحد هيبقى دبل عشان ده واحد، ده ياخد واحد وده ياخد واحد. رقم ثلاثه كنا شرحنا يا جماعه في تشابتر 1 ان البكتيريا بيبقى عندها حاجه اسمها هنا اهو، حاجه اسمها الميزوزوم، وقلنا الكلمه دي في الميزوزوم ان الاثنين ميزوزوم يا جماعه بيتوصلوا ببعض، بيتوصلوا ببعض زي الكوبري. تلاقي ده قام جاي فاتح كده اهو واصل لده، بنسمي اللي حصل ده ايه بقى؟ دي رقم ثلاثة، فورميشن اوف حاجه اسمها الترانسفيرس سيبتم. يعني ايه ترانسفيرس سيبتم؟ يعني الكوبري اللي هيقسم لي البكتيريا الاثنين. خلاص انت وصلت الكوبري، طيب اقسم بقى اهي، اقسم بقى بالكوبري اللي حصل ده، امسح بقى الحته دي كده اهي، مسحت، امسح 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 امسح، فنتج عني ايه؟ نتج عندي ادي خليه رقم واحد وادي خليه رقم اتنين، خليتين اتنين من نفس حجم الخليه الام. اهو ده خطوات الباينري فيجن بسهوله خالص. يبقى هما ثلاث خطوات ما لهمش اربعه.
رقم واحد بكتيريا الالونجيشن، رقم اتنين الدي ان ايه لازم يبقى اتنين، دي ان ايه دوبليكيشن، رقم تلاته فورميشن اوف الترانسفيرس سيبتم، مين اللي بيصنعه؟ الميزوزوم، بيوصل كوبري يوصل الاتنين ببعض فيقسم لي الخليه لخليتين اتنين من نفس حجم الخليه الام. دي خطوات الباينري فيجن. تعالى يلا نقرا الكلام من المذكره. اول حاجه الباينري فيجن قلنا ايه؟ ان الخليه وان سيل ديفايد انتو تو دوتر سيل سيميلر تو البيرنت سيل، شبه الخليه الاصليه. رقم واحد الونجيشن، رقم اثنين دوبليكيشن اوف الكروموزوم، رقم ثلاثه البروجيكشن اوف الميزوزوم اللي بيعمل لي حاجه اسمها ترانسفيرس سيبتوم. الخليتين بقى الدوتر سيل اللي هما الاثنين خلايا الجنين يعني اللي نتجوا، يا اما يتنهم ماسكين في بعض يا اما ينفصلوا عن بعض، ما فيش اي مشكله. تمام؟ طيب انا حطيت لك هنا كيو ار كود، اعمل له بس سكان هتلاقي خطوات الباينري فيجن فيديو كده اجنبي يعني. تمام؟ هتسهل لك الدنيا شويه اذا كانت اصلا الدنيا الى حد ما واضحه ومش صعبه يعني. طيب بعد كده في ديفينيشن يا جماعه، احيانا بيجي حاجه اسمها الدبلنج تايم او الجينيريشن تايم، من اسمه كده دبلنج تايم، دبلنج دبل يعني يتضاعف. فالدبلنج تايم دي بنسميها بالعربي مده التضاعف، مده التضاعف ده الوقت اللي البكتيريا بتحتاجه عشان عددها يتضاعف. بدل ما هي بكتيريا بقت اتنين، بدل ما هي اتنين بقوا اربعة، بدل ما هم اربعة بقوا تمن، وهكذا. بنسميها ايه؟ مدة التضاعف، الدبلنج تايم او جينيريشن تايم. It is the time required by البكتيريا to double its number. ده الوقت اللي البكتيريا محتاجاه عشان تضاعف عددها. تمام؟ ده بيختلف بقى من بكتيريا للتانيه. كان زمان في المنهج القديم بيدي امثله، هنا مش عليك امثله. هو كان بيقول لك إيه؟ في بكتيريا بطيئه قوي اسمها المايكوباكتيريوم تيوبركلوزس، عندها الدبلنج تايم ده طويل شويه، بتاخد وقتها شويه، وفي بكتيريا سريعه شويه اسمها الاشيريشيا كولاي، اسماء بكتيريات كده مش وقتها خالص، هناخدها ان شاء الله في البكتيريولوجي. طيب. بعد كده بقى يا جماعه عنوان البكتيريال نيوتريشن. تقسيمه البكتيريا اكوردنج تو نيوتريشن، التغذيه. البكتيريا يا جماعه من حيث التغذيه هي واحده من اتنين مالهمش تالت، يا اما البكتيريا بنسميها اوتوتروف، يا اما البكتيريا بنسميها هيتيروتروف. اوتوتروف او هيتيروتروف. طيب ترجم يا دكتور عشان تفهم، زي قاعدتنا احنا بنترجم عشان نفهم، ترجمت هتلاقي الدنيا سهله. الاوتوتروف، اوتوتروف، اوتو يعني ايه؟ يعني ذاتي، اوتوماتيك، عربيه اوتوماتيك اللي هي ذاتيه اللي هي السرعات بتنقل سرعتها لوحدها، فبنسمي العربيه اوتوماتيك مش مانيوال يعني. تمام؟ فاوتو يعني ذاتي، تروف يعني ايه؟ التغذيه باللاتيني، التغذيه. يبقى انت ترجمت اوتو تروف يبقى بكتيريا ذاتيه التغذيه، يبقى الناحيه الثانيه هيتيرو تروف دي بكتيريا غير ذاتيه التغذيه. بما انهم مقارنه يبقى هما الاثنين عكس بعض، يبقى انا عندي بكتيريا ذاتيه التغذيه اللي هي الاوتوتروف، وبكتيريا غير ذاتيه التغذيه اللي هي الهيتيروتروف. طيب يعني ايه يا دكتور بكتيريا ذاتيه التغذيه؟ من اسمها كده بكتيريا ذاتيه التغذيه، دي بكتيريا بتصنع غذائها بنفسها بسهوله قوي. انا ذاتي التغذيه، انا بصنع غذائي بنفسي، مش عايزك في حاجه. انا ممكن اسميها كده بالعربي يا جماعه، دي بكتيريا خدامه، خدامه بتخدم نفسها بنفسها. فبيقول لك ايه؟ ان دي بكتيريا بتاخد بقى كربونايه من ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو، وتاخد معاها نيتروجينايه مش عارف منين، وتقوم حطهم على بعض وتطلع لي مثلا بروتين، يبقى صنعت البروتين من الحاجات السيمبل اللي موجوده حواليها. وصلت؟ فبنسميها بكتيريا ايه بقى؟ ذاتيه التغذيه اللي هي الاوتوتروف. يوز سيمبل ان اورجانيك سبستانسز، زي ايه بقى؟ زي ثاني اكسيد الكربون كمصدر للكربون، الامونيا كمصدر من النيتروجين، وتاخد الكربونايه عن نيتروجينات تحطهم على بعض وتبقى كلت شويه بروتين، تو فورم اورجانيك سبستانسز از البروتين. فسميناها ايه؟ بكتيريا ذاتيه التغذيه، او زي ما قلت لك ايه؟ بكتيريا خدامه بتخدم نفسها بنفسها. طب البكتيريا الثانيه اسمها ايه بقى؟ الهيتيروتروف بالعربي يعني بكتيريا غير ذاتيه التغذيه. اكتب لي جنبها دي بكتيريا ملكة، دي ملكة يا جماعة، قاعدة باشا، أنا عايزة أكلي جاهز، أنا مش هعمل أكل بنفسي. تقول لك إيه؟ أنا عايزة الأورجانيك كومبلكس سبستانسز جاهزة، أنا عايزة كربوهيدرات جاهز، عايزة بروتين جاهز، عايزة فاتس جاهزة، أنا مش هقعد أعمل حاجة بنفسي. وصلت؟ اللي بنسميها إيه بقى؟ الهيتيروتروف أو غير ذاتية التغذية. دي بكتيريا ريكواير كومبلكس فورمد أورجانيك، مواد أورجانيك طبيعية جاهزة، زي الكربوهيدرات، زي البروتين، زي الفاتس، from plant or animal source. طيب تفتكروا مين يا جماعه في دول اللي هتسبب لنا مرض؟ بكتيريا ذاتيه التغذيه وبتصنع غذائها بنفسها، طب هي هتهاجم الانسان ليه؟ خلاص
انا بصنع غذائي بنفسي يا جماعه، انا مش عايزك في حاجه، انا بكتيريا بصنع غذائي بنفسي، انا مش هاجم جسم الانسان. فبنسميها ايه بقى؟ فري لايفنج، يعني بكتيريا حره، نون باثوجينيك. نون باثوجينيك يعني ايه؟ يعني مش بتسبب لنا باثولوجي، مش بتسبب لنا مرض، مش بتهاجم اصلا جسم الانسان. ده بكتيريا فري لايفنج، او بنسميها نون باثوجينيك، او بنسميها الاسم الثالث ايه؟ اوف نو ميديكال امبورتنس، يعني ما تهمناش احنا في الطب اصلا، ده هي اصلا ما بتهاجمش الانسان، عشان كده احنا اصلا مش هندرسها. دي بكتيريا ذاتيه التغذيه بتصنع غذائها بنفسها، يدرسوها بقى بتاع طب بيطري مثلا، اللي هم بياخدوا بقى الايه، الحيوانات والبكتيريات والكلام ده كله، ما يهمناش، مش بتاعتنا. تمام؟ لكن بتاعتنا مين بقى؟ البكتيريا الهيتيروتروف، اللي هي الغير ذاتيه التغذيه، اللي ما بتصنعش اكلها بنفسها، ده عايزه الاكل جاهز. طب هتجيب الاكل الجاهز منين؟ انها تيجي تهاجم الانسان، فنقول ان هي ايه بقى؟ باثوجينيك، يعني مسببه للامراض، عشان بتهاجم الانسان، او بنسميها الاسم التاني ايه؟ اوف ميديكال امبورتنس، يعني بنهتم بيها في الطب لانها بتهاجم الانسان. وصلت؟ يبقى دي كده مقارنه ما بين الاوتوتروف والهيتيروتروف. فهمت الفكره؟ بس ان انت تبقى عارف ان دي ذاتيه التغذيه بتصنع غذائها بنفسها، ودي غير ذاتيه التغذيه. ده واحد لازم يعمل لي اكلي، انا مش هعمل اكلي بنفسي، انا هاجم الانسان واخد منه الاكل. وصلت؟ في بقى حاجه صغيره كده انا مزودها السنه دي في المذكره بتاعت السنه دي، ما كانتش موجوده قبل كده، حاجه اسمها الفاستيديوس بكتيريا. دي زياده من زيادات المحاضرات. يعني ايه بكتيريا فاستيديوس بكتيريا؟ اكتب لي كده بالعربي، دي بكتيريا دلوعه. اكتب كده، بكتيريا دلوعه. تقول لك ايه؟ يا ستي يهديك يرضيك، كلي رز. لا انا مش مثلا، انا بقول لك مثلا، يعني انا عامله زي الانسان كده، انا مثلا يعني كل رز لا، كل مش عارف بسله لا، كل باميه لا، انا عايز بيتزا. يبقى انا واد دلوع بقى، انا بتدلع، ده انا عايز حاجات معينه عشان ايه؟ عشان اتغذى، عشان انمو. هي دي الفاستيديوس بكتيريا، دي بكتيريا دلوعه، محتاجه مواد معينه عشان تنمو. وصلت؟ بكتيريا دلوعه، بكتيريا ذات ريكواير كومبلكس نيوتريانتس تو جروث ميديا، يعني عايزه شويه حاجات تتحط على المزرعه اللي هي تتزرع عليها، بمزاجي بقى انا بكتيريا دلوعه. فبنسميها ايه بقى؟ فاستيديوس بكتيريا. تمام؟ طيب نخش بقى يا جماعه في جزء مهم جدا 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 جدا، مش كل سنه لازم يجي الحته دي اللي انا هشرحها دي، لا ده كل يوم لازم يجي، حاجه اسمها ايه؟ البكتيريال جروث كيرف. من قبل اهو ما نشرحه، من قبل ما امتحان اخر السنه يجي، من قبل ما امتحان الاندوموديول يجي، لازم هيجي لك سؤال في البكتيريا، لازم يجي لك جيف ريزون، يجي لك كومبليت، يجي لك ام سي كيو، صح وغلط، لازم سؤال في البكتيريال جروث كيرف. على فكره زمان كان بيجي يرسم، زمان في منهج الطب القديم، طبعا مش خلاص ما فيش رسومات دلوقتي، كان زمان يقول لك ارسم البكتيريال جروث كيرف، شوف من اهميته، حتى الرسمه بتاعته مهمه. حاجه بقى اسمها ايه يا جماعه؟ البكتيريال جروث كيرف. يعني ايه البكتيريا الجروس كيرف؟ هاخد بس ايه، شفت النعناع كده؟ بصوا انتوا هتلاقي في فيديوهات، يعني واكيد زمايلكم في سنه تانية عرفوكوا، يعني دايما بشفط شفطات في الفيديو، نسكافيه بقى، ينسون، نعناع، على حسب الزور بقى وعلى حسب ايه الدماغ، يعني لازم اشفط. تمام؟ هنتكلم في حاجه بقى اسمها ايه؟ البكتيريال جروس كيرف. ثانيه واحده بس، الايه؟ التليفون بيرن. طيب البكتيريال جروث كيرف بقى يا جماعه، بص يا سيدي، خلينا A1 ده الكلام بتاعه عشان ايه؟ نرسم عليه رسمه ونبدا نتكلم. بصوا يا جماعه، هو فكرته ايه بس البكتيريال جروث كيرف عشان تبقى فاهم هو انت بتتكلم في ايه اصلا؟ هما جابوا يا جماعه بكتيريا ماشي، وقاموا حاطينها على مزرعه، معلش خلينا ايه، نرسمها في حته فاضيه كده فوق. جابوا حاجه اسمها البكتيريا الميديا، يعني ايه؟ يعني مزرعه، يعني مزرعة تصلح لنمو البكتيريا، وهم جايبين بكتيرياية حاطينها على المزرعة دي، وبدأوا يدرسوا إيه بقى؟ بدأوا يدرسوا التغيرات اللي بتحصل للبكتيريا بمرور الوقت. يبقى أنا جبت مزرعة وحطيت عليها بكتيرياية، مش بكتيرياية يعني، قصدي عدد صغير من البكتيريا، تمام؟ وبدأنا ندرس التغيرات اللي بتحصل للبكتيريا بمرور الوقت. بمرور الوقت عدد البكتيريا ده بيزيد، ولا عدد البكتيريا بيقل، وعلى عدد البكتيريا زي ما هي. وقاموا راسمين رسم بياني بيوضح التغيرات اللي بتحصل للبكتيريا بمرور الوقت. قال لك ايه بقى؟ بص يا سيدي، عندنا هنرسم الرسم البياني بقى، وطبعا الكلام كله موجود في المذكره، بس انا برسمه كده بخط ايدي عشان خاطر ايه؟ نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه. انا عندي كده، هنا هنقول ايه؟ على الجراف ده، يعني هنقول النمبر اوف البكتيريا، عدد البكتيريا بمرور الوقت. يعني ايه؟ يعني بمرور الوقت عدد البكتيريا اللي بيحصل.
لقوا ان البكتيريا يا جماعه بتمر، بص هنحط بكتيريا هنا اهي، بمرور الوقت عددها ايه اللي بيحصل له؟ عددها زي ما هو ثابت ولا عددها بيزيد ولا عددها بيقل بمرور الوقت؟ قال لك ان البكتيريا هتمر بايه بقى؟ باربع مراحل. اول مرحله يا جماعه خلينا ايه نرسمها باللون الاحمر. بص يا سيدي البكتيريا، خليني بس ارسمها لك مظبوط اهي، البكتيريا اهي 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 اهي، دي المرحله الاولى. وبعد كده البكتيريا تخش في المرحله الثانيه اهي 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 اهي، دي المرحله الثانيه. بعد كده تخش في المرحله الثالثه اهي 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 اهي، معلش برضو نبقى نرسمها مظبوطه بس شويه، اهي 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 اهي، المهم ان الايه يعني خط واحد ماشي. وبعد كده المرحله الرابعه اهي 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 اهي. فقال لك ايه؟ يبقى البكتيريا يا جماعه بتمر في نموها على المزرعه باربع مراحل، دي المرحله رقم واحد، ودي المرحله رقم اثنين، ودي المرحله رقم ثلاثه، ودي المرحله رقم اربعه. الكلام ده مهم جدا 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 جدا. طيب المرحله رقم واحد قال لك ايه؟ اول حاجه قبل ما نقول اسمها، اوصف لي اللي بيحصل. بص يا جماعه هنا اهو، هنا اهو البكتيريا، وهنا اهو البكتيريا، بمرور الوقت التايم، بمرور الوقت عدد البكتيريا بيزيد ولا عدد البكتيريا بيقل ولا عدد البكتيريا ثابت زي ما هو زي ما هو؟ ها لو انا قلت لك ان هنا دول مثلا 250 بكتيرياية، طب ما هنا كام؟ برضو 250. طب هنا كام؟ برضو 250. هنا كام؟ برضو 250. هنا كام؟ برضو 250. يبقى بمرور الوقت عدد البكتيريا ثابت ولا بيزيد ولا بيقل؟ عدد البكتيريا ثابت، تمام. يبقى بمرور الوقت في المرحلة الأولى، بمرور الوقت عدد البكتيريا كونستانت ثابت. ليه بقى يا جماعة؟ كان في كده مسلسل أجنبي زمان كنت بتفرج عليه اسمه لوست، كان طيارة كده وقعت في جزيرة، والناس إيه بدأوا بقى يتعايشوا مع الجزيرة اللي هم عايشين فيها دي، وبدأوا إيه يصنعوا أكل والكلام ده كله، وبعد كده بدأوا يتناسلوا طبعا ويتزوجوا والكلام ده كله. طيب الناس اول ما فكروا ان هم اول ما وقعوا من الطياره في الجزيره، اول ما فكروا يلا نتجوز ونخلف ونعمل اسره ونكتر عددنا، لا طبعا اول حاجه فكروا فيها ان هم ايه، يتكيفوا مع البيئه اللي هم نزلوا فيها. احنا نزلنا في مكان جديد نتكيف معاه، نعمل اكلنا ونعمل شربنا، نحافظ على نفسنا من المخاطر لو في مثلا حيوانات شرسه الكلام ده كله، يبقى نحافظ على نفسنا وبعد كده نبدا نتكاثر. اهي البكتيريا بتعمل كده. انا جبت مزرعه وقمت حاطط عليها البكتيريا، اول ما البكتيريا تقعد في المزرعه تقول يلا انا عايز اتكاثر اكتر عددي، لا طبعا. رقم واحد البكتيريا لازم ايه، بتتكيف، الكلمه دي المهمه، بتتكيف مع البيئه، بتتكيف مع المزرعه اللي هي جات لها عن طريق ايه بقى، انها تبدا تصنع مواد غذائيه لازمه لنموها. وصلت اهي، دي وصف المرحله الاولى. كل الكلام اللي في المرحله الاولى انا قلته، بنسمي المرحلة ايه دي بقى؟ يبقى رقم واحد او المرحلة رقم واحد بنسميها ايه بقى؟ اللاج فيز. يعني ايه لاج فيز؟ انا كنت بلعب زمان، كان في العاب اونلاين كده، كان في لعبة اسمها ميدل اوف اونر او سيلك رود مثلا، عادي انا كنت بحبها جدا يعني. اما كنا بنلعب على النت يا جماعة طبعا في السايبر زمان يعني، اما كنت تيجي تلعب وتلاقي النت بدأ يهنج، بنقول ايه؟ ده في لاج، بنقولها دايما كده، في لاج. يعني ايه في لاج؟ يعني النت وقف. هي لاج فيز يعني ايه؟ يعني مرحلة الوقوف، مرحلة الثبات، عدد البكتيريا ما بيزيدش، لاج، نمبر اوف البكتيريا لاجنج، يعني ثابت زي ما هو، فسموها ايه بقى؟ اللاج فيز. اوصفها لي ايه اللي بيحصل فيها؟ ذير از نو انكريز ان نمبر اوف البكتيريا، مفيش زيادة في عدد البكتيريا، عدد البكتيريا ثابت زي ما هو، معنى كده ان مفيش سيل ديفيجن، الكلام ده مهم، مفيش سيل ديفيجن، مفيش تكاثر. جيف ريزون ليه؟ ليه 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 ما فيش عدد البكتيريا ما بيزيدش ليه؟ ليه؟ لان البكتيريا بتادابت، بتتكيف مع البيئه عن طريق ان هي بتصنع انزيمات اند نيوتريانتس. وصلت؟ طيب انا بقول لك اهو، البكتيريا بتتكيف مع البيئه عن طريق ان هي بتصنع انزيمات واكل، يعني البكتيريا شغاله بتصنع اكل، بتصنع انزيمات، بتشغاله، يعني بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ميتابوليزم. ها فيقول لك ان دي المرحله في الاربع مراحل اللي احنا هنشرحهم، المرحله دي اللي فيها الهايست ميتابوليزم، الميتابوليزم عالي قوي، عماله تعمل في اكل وتعمل تعمل تعمل في اكل، ميتابوليزم عالي، بات ويزاوت، الكلمه دي مهمه، بات ويزاوت سيل ديفيجن، يعني ما فيش انقسام للبكتيريا، عدد البكتيريا ما بيزيدش بس في هاي ميتابوليزم. وصلت؟ فيقول لك ايه؟ الهايست ميتابوليك اكتيفيتي بات ويزاوت سيل ديفيجن، ده السطر الاخير في اللاج فيز. وصلت؟ يبقى البكتيريا عدت بأول مرحلة يا جماعة اللي بنسميها مرحلة اللاج فيز. طيب هتخش بعد كده البكتيريا في المرحلة الثانية من أول هنا بقى
لحد هنا نسميها المرحلة رقم 2. طيب ايه اللي بيحصل؟ ها من الرسمة اللي مرسومة، عدد البكتيريا بيزيد ولا عدد البكتيريا بيقل ولا عدد البكتيريا ثابت زي ما هو؟ أظن أنا قعدت أعمل لك بإيدي خلاص عرفتها بالمنظر. عدد البكتيريا إيه؟ بيزيد. النمبر أوف البكتيريا إز إنكريزنج. خلاص أنا اتكيفت مع البيئة وعملت أكلي وعملت شربي وحفظت على نفسي من المخاطر، طب ما نتكاثر بقى نكتر عددنا، يبقى النمبر أوف البكتيريا إز إنكريزنج. بيسموا المرحلة دي بقى بيسموها مرحلة اللوج فيز. لوج فيز ليه بيسموها اللوج فيز يا جماعة؟ اختصارا للوغاريتميك فيز. يعني ايه لوغاريتميك فيز؟ يعني البكتيريا بتزيد بالنظام اللوغاريتمي. اللي هو ايه النظام اللوغاريتمي؟ النظام الاسي، اللي هي مثلا البكتيريا كان عددها 4 بقت 4 اس 2، 4 اس 3، 4 اس 4، النظام الاسي، النظام اللوغاريتمي. فقاموا مسمينها ايه بقى؟ اللوغاريتميك فيز، او بيسموها اسم تاني كده بيسموها اكسبوننشال فيز. دي كلمة مش عليك على فكرة، أنا مزودها أنا من عندي. اكسبوننشال فيز يعني إيه؟ يعني مرحلة التكاثر، عدد البكتيريا بيزيد، البكتيريا بتتكاثر، فبيسموها إيه بقى؟ الاكسبوننشال فيز. يبقى بيسموا، خلي بالك، اسم المرحلة الأولى إيه؟ لاج فيز. اسم المرحلة الثانية إيه؟ لوج فيز. أو اسمها الثاني اللوغاريتميك فيز، أو اسمها الثالث إيه؟ الاكسبوننشال فيز. إيه اللي بيحصل فيها؟ أوصف لي. There is increase in number of البكتيريا. طبعًا معنى كده ان في رابيد سيل ديفيجن، في انقسام سريع، في انقسام سريع. It is the fastest growth، اكتر مرحله عدد البكتيريا فيها بينمو هي المرحله رقم 2. الحاجات دي بقى بتيجي ام سي كيو او كومبليت، تمام؟ طيب في سطر كده في اللوك فيز اجله لي، هنشرحه في الاخر خالص، اجله لي هنشرحه في الاخر خالص. طيب المرحله رقم 3، يلا اهي بص هنا، عدد البكتيريا بيزيد 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 بيزيد، دخلت في المرحله رقم 3 اللي هي من اول هنا لحد هنا. ايه اللي بيحصل؟ اوصف لي من الرسم، عدد البكتيريا بيزيد ولا عدد البكتيريا بيقل ولا عدد البكتيريا ثابت زي ما هو؟ زي ما انت شايف عدد البكتيريا از كونستانت. يعني ايه كونستانت؟ يعني ثابت. بيسموا المرحله دي بقى الاستيشنري فيز، المرحله رقم 3 بيسموها ستيشنري فيز. يعني ايه ستيشنري فيز؟ ستيشنري يا جماعه جاي من كلمه ستيشن. ستيشن يعني ايه؟ يعني محطه. الاتوبيس بيجي في المحطه ويقف، ما هو بيسموها محطه ليه اصلا؟ عشان بيجي يحط، يحط طبعا كلمه عربيه فصحى، يعني يحط، يحط يعني ايه؟ يعني يقف. فبيسموها ستيشنري فيز، يعني مرحله الحطوط، يعني اللي هي بالعربي يعني يا جماعه هي مرحله الثبات، الثبات. فعدد البكتيريا بيبقى كونستانت يعني ثابت. ليه يا دكتور؟ اقول لك انا ليه. هي البكتيريا في المرحله رقم 2 عماله تعمل ايه؟ عماله تتكاثر تتكاثر تتكاثر، وعماله تاكل وتتكاثر، تاكل ما عشان تتاكل، عشان تتكاثر لازم تتغذى، فعماله تاكل وتتكاثر، تاكل وتتكاثر. فبدا يحصل ايه بقى؟ الاكل اللي في المزرعه بدا يقل. ما هو يعني عماله تاكل، هو الاكل بيجي من الهواء، انا حاططها في مزرعه، موارد واضحه، ما الموارد دي في وقت من الاوقات هتبدا ايه؟ تقل. طب ما هي عماله تاكل تاكل تاكل، فعدد مش عدد يعني الاكل في المزرعه بدا ايه؟ يقل. طب ما هي وهي بتاكل وتتكاثر بتطلع توكسينز، البكتيريا لما بتتكاثر بتطلع توكسينز. معنى كده ان الاكل بدا يقل والتوكسينز بدات تظهر، فبدا يبقى في بكتيريات بتموت. وصلت؟ يبقى في المرحله رقم 3 يقول لك ايه؟ التوكسين، قصدي الاكل بدا يقل والتوكسينز بدات تزيد، فبدا يكون في بكتيريات بتموت، وعدد البكتيريات اللي بتموت قد عدد البكتيريات اللي بتتولد، فالعدد النهائي هيتني ايه؟ ثابت. مثال يا دكتور، لو في اول المزرعه مثلا كانوا هنا مثلا 500 بكتيريا، 500 مثلا يعني، بيتولد 100 فبقوا كام؟ 600، بيموت منهم 100 فالعدد بقى كام؟ 500. بيتولد 300 فبقوا 800، بيموت منهم 300 فينزل لكام؟ 500 زي ما هو. طيب ال 500 بيتولد 500 فبقوا 1000، بيموت 500 فالعدد كام؟ 500. ال 500 هيتولد 40 فبقوا 540، هيموت منهم 40 هيتنيهم 500. وصلت؟ فاللي بيتولد قد اللي بيموت، اللي بيتولد قد اللي بيموت، فالعدد النهائي هيتنيه ايه؟ ثابت. فبيسموها ايه بقى؟ الاستيشنري فيز. ليه في بكتيريات بتموت؟ ده سؤال جيف ريزون. ليه اصلا في الاستيشنري فيز البكتيريات بتبدا تموت؟ عشان الاكل بدا يقل والتوكسينز بدات تزيد، فبدا يكون في بكتيريات بتموت. اللي بيموت قد اللي بيتولد، فالعدد النهائي تنيه ثابت زي ما هو، فبيسموه مرحله ايه؟ الاستيشنري فيز. تمام. طيب معنى كده يا دكتور ان البكتيريا بدات تتعرض في المرحله رقم 3 الاستيشنري فيز، البكتيريا بدات تتعرض لظروف بيئيه غير مناسبه؟
ما هي الاكل بدأ يقل والتوكسينز بدأت تزيد، فمعنى كده ان البكتيريا بدأت تتعرض لظروف بيئية غير مناسبة. البكتيريا لما بتتعرض لظروف بيئية غير مناسبة بتتحول لحاجة اسمها ايه؟ شابتر 1، ها اخر صفحة. البكتيريا لما بتتعرض لظروف بيئية غير مناسبة بتتحول لحاجة اسمها سبور. فيقول لك في انهي مرحلة من الأربعة السبور بدأ يتكون؟ لو انت مش عارف يعني ايه سبور يبقى حضرتك ما ذاكرتش الفيديو الاولاني، ارجع جيبه. تمام؟ في انهي مرحله من الاربعه السبور بدات تتكون؟ ما انت لازم تفهم هي السبور بتتكون امتى؟ في الظروف البيئيه الغير مناسبه. طب هي الظروف بدات تبقى غير مناسبه امتى؟ في المرحله رقم ثلاثه الاستيشنري فيز. تعالى يلا نقرا الاستيشنري فيز اللي هي مرحله الثبات. ايه اللي بيحصل؟ there is no increase in the number of the bacteria على الرغم but there is cell division. الله، في انقسام ومع ذلك عدد البكتيريا ما بيزيدش. اه هو في انقسام فعلا وفي بكتيريات بتتولد، لكن للاسف في بكتيريات بتموت، واللي بيموت قد اللي بيتولد فعدد البكتيريا ثابت. وصلت؟ as the nutrients are decreasing الاكل بدا يقل والتوكسينز بدات تاكيوميليت بدات تتراكم. فالنمبر اوف الداينج بكتيريا ايكوال بيساوي النمبر اوف النيولي فورمد بكتيريا. فالعدد النهائي النت نمبر يعني عدد النهائي يعني ريمين كونستانت. وصلت؟ فده سؤالك يجي لك جيف ريزون، كل الكلام ده جيف ريزون كومبليت ام سي كيو مهم جدا. ماشي؟ في مرحله الاستيشنري فيز السبورز ستارت تو اكيوميليت ديورنج ذيس فيز. في مرحله الاستيشنري فيز السبورز تبدا تتكون لانها بتتكون في الظروف البيئيه الغير مناسبه. وصلت؟ طيب نخش بقى على المرحلة رقم أربعة، بنسميها قبل ما نقول اسمها خلينا نوصفها. بص يا سيدي، هي بتبدأ من إيه منين؟ بتبدأ من أول هنا أهي وتنتهي هنا. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ عدد البكتيريا بيزيد، عدد البكتيريا بيقل، ولا عدد البكتيريا ثابت زي ما هو؟ زي ما أنت شايف عدد البكتيريا واخد الزحليقة، عدد البكتيريا بيقل. النمبر أوف البكتيريا إز ديكريزنج. وعلى فكرة هي تطور طبيعي للمرحلة رقم ثلاثة، طبيعي. انا في المرحله رقم 3 الاكل بدا يقل والتوكسينز بدات تزيد. لا ده انا في المرحله رقم 4 الاكل خلص خالص والتوكسينز بقت ماليه المزرعه، الاكل اتمحى خلاص، انتهى الاكل والتوكسينز بقت كتير قوي. فبقى النمبر اوف الداينج بكتيريا اكتر بكتير من النمبر اوف النيولي فورمد بكتيريا. البكتيريات اللي بتموت بقت اكتر بكتير من البكتيريات اللي بتتولد، فالعدد النهائي هتلاقيه عمال يقل 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 طبيعي. فبيسموها مرحله الديث فيز، مرحله الموت، زي مجموعه الموت كده يعني اللي هي بتاعه الاهلي صن داونز. فبنسميها الديث فيز يعني مرحله الموت، او بيسموها الديكلاين فيز يعني مرحله النزول، بتنزل بقى. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ بدايتها يا جماعه مثلا وليكن خمس مثلا يعني 500 بكتيري. طيب هيتولد 40 او خليها رقم سهل، هيتولد 50 فبقوا 550، هيموت منهم 100 فبقوا كام؟ 450. هيتولد 50 فرجعوا 500 تاني، هيموت منهم 200 فبقوا كام؟ 300. ال 300 هيتولد 100 فبقوا 400، هيموت منهم 200 فبقوا 200. ال 200 هيتولد 20 فبقوا 220، هيموت منهم 100 فبقوا 120. اه وصلت؟ في عدد البكتيريا عمال يقل يقل يقل. ليه بقى؟ لان عدد البكتيريات اللي بتموت اكتر بكتير من عدد البكتيريات اللي بتولد. طب ليه في بكتيريات بتموت؟ لان الاكل خلص خالص والتوكسينز تراكمت في المزرعه. وصلت؟ بنسميها الديس فيز او الديكلاين فيز. النيوتريانتس ار اكزوستد، يعني اكزوستد دي مهمه جدا. اكزوستد يعني ايه؟ استهلكت، استهلكت. اما انا استهلكت كده وطاقتي خلصت وتعبت في الشغل مثلا، بقول ان انا اكزوستد، انا تعبان، انا استهلكت. اكزوستد يعني استهلكت. تمام؟ والتوكسينز كونتينيو تو اكيوميليت. فالنمبر اوف الداينج بكتيريا اكتر بكتير من النمبر اوف الديول النيولي فورمد بكتيريا، سو النمبر اوف لايفنج بكتيريا يبدا يقل. السؤال اللي جه في سنتي 2014، انا لسه فاكرها، سنه 2014 في المايكرو. جيف ريزون في اللاج فيز وفي الاستيشنري فيز ذير از نو انكريز ان النمبر اوف البكتيريا. خلي بالك لازم تقسمها، ليه في اللاج فيز وليه في الاستيشنري فيز عدد البكتيريا ثابت؟ هتقسمها هتقول له في اللاج فيز اللي هي المرحله الاولانيه البكتيريا لسه بتتكيف مع البيئه عن طريق ان هي بتصنع اكل، يبقى انت خلصت نص الاجابه النص الثاني. انما في الاستيشنري فيز
ده في بكتيريات بتموت وفي بكتيريات بتتولد، واللي بيموت قد اللي بيتولد، فالعدد النهائي ثابت. طب ليه في بكتيريات بتموت؟ عشان الاكل بدأ يقل والتوكسينز بدأت تزيد. وصلت؟ السطر بقى اللي انا جبته لكم يا جماعه من قبل ما اشرح كده، بصوا يا جماعه، في حاجه اسمها الانتي بيوتكس، ان شاء الله هناخدها قدام في الجنرال، المضادات الحيويه الانتي بيوتكس. المضاد الحيوي يا جماعه دايما بيشتغل على البكتيريا وهي بتتكاثر. يعني في بكتيريا ان شاء الله هناخدها في البكتيريولوجي رخمه قوي وعلاجها رخم جدا، اللي هي المايكوباكتيريام تيوبركلوزس، البكتيريا المسببه للتي بي اللي هو الضرن او السل اللي بيجي في الرئه. يعني البكتيريا دي يا جماعه بتخش في الرئه تقعد بس، وبقى يعني بص كيفها كده، تخش تقعد تقعد يا بنتي تكاثري، لا طب انقسمي، لا قاعده كده اهو، عامله لك كده اهو. مشكلتها في ايه بقى؟ ما بتتكاثرش، فما تيجي تعالجها بالمضاد الحيوي علاجها بيبقى رخم عشان ما بتتكاثرش. علاجها ان شاء الله ما نيجي ندرسه يعني بيقعد من 6 ل 9 شهور، متخيل مضاد حيوي بياخد من 6 ل 9 شهور؟ الطبيعي اصلا يعني كورس المضاد الحيوي لو جالك مثلا عدوى بكتيريه بتاخد مضاد حيوي من 5 ل 7 ايام، ده اي كورس مضاد حيوي يعني، انما دي بقول لك بعالجها من 6 ل 9 شهور بمضادات حيويه، ده رخمه جدا. ليه؟ لانها ما بتتكاثرش، والمضاد الحيوي بيشتغل على البكتيريا اللي بتتكاثر وهي بيحصل لها سيل ديفيجن وهي بتتكاثر. طيب لو انا جبت البكتيريا بقى في الاربع مراحل اللي قدامك دول، وقمت جايب مضاد حيوي وقمت رشه على البكتيريا، جبت مضاد حيوي ورشيته على البكتيريا، انهي مرحله من دول المضاد الحيوي هيشتغل؟ ها شغل دماغك بقى، هل في المرحله رقم واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه؟ جبت مضاد حيوي ورشيته، هيشتغل في انهي مرحله من دول؟ ها انت عرفت الكونسبت، الكونسبت ان المضاد الحيوي بيشتغل على البكتيريا وهي بتتكاثر. طب انهي مرحله من دول البكتيريا بتتكاثر؟ المرحله رقم اتنين اللوج فيز. وصلت؟ اهي هو ده السطر اللي انا سبته. الانتي بايوتكس ار افكتيف ديورنج ذيس فيز، زي البنسلين اللي بيشتغل على طبقه البيبتايدو جلايكان لير، يشتغل في انهي مرحله بقى في اللوج فيز؟ ام سي كيوهات وكومبليت وجيف ريزون لبكره، وصح وغلط لبكره. انهي مرحله من دول فيها هاي ميتابوليزم وساوت سيل ديفيجن؟ المرحله رقم واحد. انهي مرحله من دول فيها الفاستست جروس؟ المرحله رقم اثنين. انهي مرحله من دول المضاد الحيوي بيشتغل؟ المرحله رقم اثنين. انهي مرحله من دول عدد البكتيريا ثابت واللي بيتولد قد اللي بيموتوا؟ المرحله رقم ثلاثه. انهي مرحله من دول السبورز بتبدا تظهر؟ في المرحله رقم ثلاثه. انهي مرحله من دول عدد البكتيريا بيبدا يقل؟ في المرحله رقم اربعه. وصلت؟ الكلام ده مهم جدا جدا، انا ركزت في البكتيريا الجروس كيرف لانها مهمه جدا 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 يعني، ماشي؟ طيب نرجع بقى كده، اتكلمنا في البكتيريا الجروس كيرف، الصفحه دي كلها اتشرحت، كل ده اتشرح، ماشي؟ نخش بقى على الايه؟ على الريكوايرمنت، الجازس ريكوايرمنت اوف البكتيريا. البكتيريا من حيث الغازات، الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون، هل بتحتاج اكسجين وثاني اكسيد الكربون ولا لا؟ انا بحب ابدا دايما بالسهل، السهل بالنسبه لي مين؟ هو الثاني اكسيد الكربون. معلش ثانية واحدة. طيب البكتيريا من حيث ثاني أكسيد الكربون يا جماعة، البكتيريا بيقول لك إيه؟ الطبيعي إنها بتحتاج ثاني أكسيد الكربون بكميات قليلة، مش محتاجة قوي يعني، بتحتاجه بكميات قليلة، إلا إن في لكل قاعدة شواذ. يبقى دي القاعدة، الشاذ بتاعنا إيه بقى؟ إن في بكتيريا بنسميها كابنوفيليك، ترجمها يا دكتور بسهولة، قسمها أهي بص، كابنوفيليك، فيليك فيليك عكسه فوبيك، فوبيك بيخاف، فيليك محب. فبنسميها ايه؟ محب، محب الكابنو، كابنو باللاتيني يعني ايه بالانجليزي؟ ثاني اكسيد الكربون. يبقى بكتيريا كابنوفيليك يعني بكتيريا محبه لثاني اكسيد الكربون بكميات اعلى من الطبيعي. بكتيريا ان شاء الله هندرسها في البكتيريولوجي، مهمه جدا على فكره، وهنقول المعلومه دي في البكتيريولوجي ان شاء الله، اسمها ايه بقى؟ الناسيريا. يبقى الطبيعي ان البكتيريا محتاجه ثاني اكسيد الكربون ان مينيوت اماونت يعني بكميات قليله، ما عدا الكابنوفيليك بكتيريا محتاجه بكميات عاليه. وصلت؟ ده من حيث ثاني اكسيد الكربون. طيب نطلع بعد كده بقى على المهم جدا برضو جدا جدا جدا، هو الاكسجين، ده مهم جدا بقى. بصوا يا جماعه في الصفحه الفاضيه كده، البكتيريا من حيث الاكسجين ايه يا دكتور؟ حاجه من 5 انواع. ماشي خلينا نعمل كده السطر، ماشي. البكتيريا من حيث الاكسجين حاجه من 5 انواع، يا اما حاجه اسمها اوبليجيت ايروبيك، تمام؟ دي من حيث كده الاكسجين اهي. النوع الاولاني بنسميه اوبليجيت ايروبيك. طيب النوع الثاني بنسميه اوبليجيت ان ايروبيك. اوبليجيت ان ايروبيك. طب النوع الثالث بنسميه
فاكالتيتيف ان ايروبيك. فاكالتيتيف ان ايروبيك. طيب النوع الرابع بنسميه مايكرو ايروفيليك. النوع الاخير والخامس بنسميه ايرو توليرانت ان ايروبيك. انا خطي زي الزفت طبعا، يعني كتابه كتير، شغل النيابه والمستشفيات وكده بتخليك تكتب كتير، فالخط بيقلب يعني. ماشي، من زمان هو زفت اصلا. ماشي، يبقى البكتيريا من حيث الاكسجين يا جماعه حاجه من خمس انواع. اوبليجيت ايروب، كل الكلام ده هيتفهم. اوبليجيت ايروبيك، اوبليجيت ان ايروبيك، فاكالتاتيف ان ايروبيك، مايكرو ايروفيليك، وايرو توليرانت ان ايروبيك. طيب عشان نفهم كل نوع هنترجم كالعاده. طيب خلينا كده ناخد سطر كده ما بين كل نوع والتاني عشان ايه ما حدش يخش في التاني يعني. ماشي، طيب المايكرو ايروفيليك واخده حاجه صغيره جدا، هي كده كده صغيره اصلا. ماشي، بص يا سيدي، النوع الاولاني نجيب بالقلم الاحمر بقى. النوع الاولاني سميناه ايه؟ اوبليجيت ان ايروبيك. يعني ايه اوبليجيت يا دكتور بالعربي؟ اوبليجيت يعني حاجه اوبليجاتوري، يعني حاجه الزاميه، الزامي. ليها كلمه، ليها اسم تاني بنسميها ستريكت، ستريكت يعني الزامي، هي هي. يبقى اوبليجيت ايروبيك او ستريكت ايروبيك. يعني ايه الزامي؟ ايروبيك، ايروبيك يعني من اسمها ايروبيك، يعني يعني هوائيه، يعني بكتيريا الزاميه الهوائيه، لازم يكون في هواء. البكتيريا دي عايزه هواء. كان في فيلم زمان كده مش فاكر كان اسمه ايه، عايزه هواء. هي دي، هي البكتيريا دي عايزه هواء، لازم هواء، الزاميه الهوائيه، اوبليجيت ايروبيك او ستريكت ايروبيك. يبقى لازم اكسجين، لازم وجود اكسجين. ليه بقى يا جماعه؟ لان هو المستقبل النهائي لذرات الهيدروجين، ففي الاخر هو اللي بيستقبل الهيدروجين عشان يقدر يصنع طاقه. الكلام اللي انتوا خدتوه في البايوكيمستري، يبقى لازم يكون في اكسجين عشان اقدر اصنع انرجي. من غير الاكسجين مش هقدر اصنع طاقه، هموت. يبقى ده النوع الاولاني من البكتيريا بنسميه اوبليجيت ايروبيك. طيب النوع الثاني من البكتيريا نسميه ايه؟ اوبليجيت ان ايروبيك. اوبليجيت يعني ايه؟ اوبليجيت يعني الزامي، الزامي. ان ايروبيك، ان ايروبيك يعني لا هوائيه، يعني بكتيريا الزاميه لا هوائيه، بنسميها اوبليجيت ان ايروب او ستريكت ان ايروب، هي هي. ماشي، طيب يعني لازم ما يكونش في هواء، يعني البكتيريا دي بتنمو في عدم وجود الاكسجين، كومبليت ابسنس اوف الاكسجين، لدرجه ان لو وجدت شويه اكسجين البكتيريا دي في وجود الاكسجين هتضاي، هتموت. وده سؤال مهم، جيفريز، مهم جدا جدا جدا، اجله لي هشرحه لك في الاخر. يبقى انا كده عرفت نوعين، عندي بكتيريا الزاميه الهوائيه اوبليجيت ايروبيك او ستريكت ايروبيك، لازم هواء عشان هو مصدر الطاقه بالنسبه لي. النوع الثاني بنسميه اوبليجيت ان ايروبيك، لازم ما يكونش فيه هواء، كومبليت ابسنس اوف الاكسجين، لدرجه ان انا لو لقيت اكسجين انا هموت، لو شميت شويه اكسجين انا هموت. ليه؟ هنعرفها كمان شويه. بنسميها اوبليجيت ان ايروبيك، الزاميه لا هوائيه. طيب النوع الثالث بنسميه ايه؟ فاكالتاتيف ان ايروب. يعني ايه فاكالتاتيف؟ يعني اختياري. انا كتبتها بالايه، بالاسود، مش مشكله، كانها بالاحمر يعني عشان خاطر يبقى كلهم نفس اللون يعني. طيب فاكالتاتيف انيروب يعني اختياري الهوائي، عارف اللي هي يخش كده ينفع وكده ينفع، في وجود اكسجين ماشي، في عدم وجود اكسجين ماشي، ما عنديش اي مشكله. لقيت اكسجين هعمل ايروبيك ريسبيريشن، ما لقيتش اكسجين هعمل ان ايروبيك ريسبيريشن، انا ما عنديش اي مشكله، اختياري الهوائيه، فاكالتاتيف انيروب. ده النوع الثالث. ماشي، النوع الرابع بنسميه ايه بقى؟ مايكرو ايروفيليك. بسط، تترجم، تفهم. مايكرو ايروفيليك، الانجليزي بيتكتب من الشمال لليمين، انما العربي بيترجم من اليمين للشمال. مايكرو ايروفيليك، فيليك يعني محب، ايرو يعني هواء، ايرو مايكرو بكميات صغيره. يبقى دي بكتيريا بتحب الهواء بكميات قليله، بس واضحه وصريحه، انت قلت الديفينيشن بتاعها، بكتيريا ذات ريكواير لو اوكسجين، انا محتاج الهواء بكميات قليله، انا بحب الهواء بكميات قليله، مايكرو ايروفيل. طيب النوع الاخير بنسميه بقى ايرو توليرانت ان ايروبيك. بصت بالشمال لليمين عشان تفهم. ايرو توليرانت ان ايروبيك، ان ايروبيك يعني ايه؟ يعني لا هوائيه، ان ايروبيك. توليرانت، توليرانت جايه من توليرانس، يعني يعني يتعود او يستحمل، يعني توليرانت يعني ايه؟ يعني يستحمل،
يستحمل بالعربي. ايرو يعني الهواء. ده انا بكتيريا لا هوائيه اهي، ايرو تولرانت ان ايروبيك، ده بكتيريا لا هوائيه ولكنها تقدر تستحمل الهواء. وصلت؟ يبقى بكتيريا بتحب لا هوائيه، انا لا هوائيه بس هستحمل شويه الهواء. جيف ريزون هنعرفها كمان شويه باذن الله. في اتنين كده جيف ريزون مهمين للبكتيريا الان ايروبيك اللي هي الستريكت ان ايروبيك بتموت في وجود الاكسجين، وللبكتيريا الايلوتورينت ان ايروبيك تقدر تستحمل الاكسجين. وصلت؟ يبقى انا بس عايزك تفهم، انا عندي البكتيريا خمس انواع، اوبليجيت ايروبيك او ستريكت ايروبيك لازم هواء عشان اصنع طاقه، اوبليجيت ان ايروبيك ده لازم مفيش هواء لدرجه ان انا لو لقيت هواء انا هموت. طيب النوع الثالث فاكولتيف انيروب، اختياري الهوائي، ياخدش كده ينفع وكده ينفع. مايكرو ايروفيلك ده انا بكتيريا بحب الهواء بكميات قليله. ايرو تولرانت ان ايروبيك لا هوائيه ولكنها تقدر تستحمل الهواء، وهنعرف ليه دلوقتي. وصلت؟ يبقى لك بقى الاثنين جيفريزون اللي احنا ايه حاطينهم في الاخر مهمين جدا بقى. بصوا يا جماعه خلينا كده نحط قاعده، اي بكتيريا، بكتيريا انا لو بكتيريا اعتبروني بكتيريا ماشي، اي بكتيريا زائد اكسجين، اي بكتيريا زائد اكسجين بتطلع مادتين اتنين، ماده اسمها السوبر اوكسايد وماده اسمها الهيدروجين بيروكسايد. ده بص عارف واحد زائد واحد بتساوي اتنين، دي قاعده، بكتيريا زائد اكسجين بتساوي الهيدروجين بيروكسايد والسوبر اوكسايد، ده هي لا محاله يعني، هي كده مكتوبه كده، بكتيريا زائد اكسجين تساوي سوبر اوكسيد والهيدروجين بيروكسيد. وجد ان المادتين دول يا جماعه، مادتين دول مادتين توكسيك، توكسيك تو البكتيريا. هتقول لي ايه ده يا دكتور، هي البكتيريا هبله؟ هي البكتيريا تتنفس اكسجين فتطلع مواد توكسيك ليها؟ بكتيريا زائد اكسجين بتساوي السوبر اوكسيد والهيدروجين بيروكسيد، المادتين دول توكسيك تو البكتيريا. قال لا، يبقى البكتيريا هتتنفس اكسجين فتطلع مواد سامين ليها، هي البكتيريا غبيه؟ لا. ليه بقى يا جماعه؟ عشان البكتيريا عندها انزيمات، عندها انزيم اسمه السوبر اوكسايد ديسميوتيز اللي بيكسر السوبر اوكسايد، وعندها انزيم اسمه الهيدروجين بيروكسيديز اللي بيكسر الهيدروجين بيروكسيد. يبقى البكتيريا ما تموتش. وصلت؟ يبقى انا عندي بكتيريا زائد اكسجين هتطلع مادتين ثابتين، السوبر اوكسيد والهيدروجين بيروكسيد، المادتين دول توكسيك تو البكتيريا هتموت. هل بتموت؟ لا. ليه بقى؟ لانها عندها السوبر اوكسيد ديسميوتيز اللي بيكسر السوبر البتاع ده شغال. بس انا اهم حاجه انا في سنه من السنين كنت بسجل وفي الاخر اكتشفت ان انا ما بسجلش شقى عمري. فبتطلع انزيم اسمه السوبر اوكسيد ديسميوتيز اللي بيكسر السوبر اوكسيد، بتطلع الهيدروجين بيروكسيديز اللي بيكسر الهيدروجين بيروكسيد، فالمادتين السامتين دول يتكسروا. الا ان البكتيريا الستريكت انيروب او الاوبليجيت انيروب اللي هي الالزامي لا هوائيه، اللي هي البكتيريا اهي، البكتيريا دي اللي في اللي هي رقم اتنين، البكتيريا دي بتموت في وجود الاكسجين. ليه بقى؟ لان للاسف يا جماعه ما عندهاش الانزيمين دول، ما عندهاش السوبر اوكسيد ديسميوتيز وما عندهاش الهيدروجين بيروكسيديز. فلو البكتيريا دي وجدت في وجود هواء هتتنفس الهواء هتطلع مادتين سامين ليها، وهي للاسف ما عندهاش الانزيمات اللي بتكسر المادتين دول. وصلت؟ يبقى ده سؤال مهم، جيفريزو مهم جدا جدا، الستريبت انيروب بتموت في وجود الاكسجين. طيب اخر واحده بقى اللي هي الايرو تولرانت ان ايروب اللي هي لا هوائيه بس تقدر تستحمل الهواء. ليه بقى تقدر تستحمل الهواء؟ هي لا هوائيه اهي بس تقدر تستحمل الهواء. ليه؟ لانها عندها انزيم من الاثنين دول اللي هو السوبر اوكسايد ديسميوتيز، ما عندهاش الانزيمين، انا عندي انزيم واحد فانا هستحمل الهواء. وصلت؟ ده اسئله مهمه جدا، الكلام ده مهم جدا. تعالى يلا نقرا. البكتيريا من حيث الاكسجين خمس انواع، النوع الاولاني اوبليجيت ايروب او ستريكت ايروب، ده لازم اكسجين، لازم اكسجين عشان هو الهيدروجين اكسبتور عشان اصنع طاقه. الاوبليجيت انيروب لازم كومبليت ابسنس اوف الاكسجين، هموت في وجود الاكسجين. بكتيريا اسمها الكولستريديوم هناخدها ان شاء الله في البكتيريولوجي، مش مهم تحفظ اسامي هناخدها قدام، بتموت في وجود الاكسجين. جيف ريزون ليه؟
عشان في وجود الاكسجين بطلع مادتين توكسيك، الهيدروجين بيروكسيد والسوبر اوكسيد. And this bacteria leak enzymes زي الهيدروجين بيروكسيد والسوبر اوكسيد dismutase which are required to break these toxic molecules. تمام؟ الفاكولتيف انيروب قلت لك دي بكتيريا كده ينفع وكده ينفع بجروين بريسنس او ابسنس اوف الاكسجين عشان تقدر تعمل ايروبيك او انيروبيك ريسبيريشن. المايكرو ايروفيليك دي بكتيريا بتحب الهواء بكميات قليله بتريكواير لو اوكسجين تنشن. الايرو تولرانت ان ايروب دي بكتيريا لا هوائيه ولكنها تقدر تستحمل الهواء، دي بتبريفير انيروبيك كونديشن، هي لا هوائيه بات كان توليريت الاكسجين. ليه؟ لانها بتحتوي على السوبر اوكسيد ديس ميوتيز. تمام؟ يبقى حته الاكسجين دي مهمه. ثاني اكسيد الكربون قلناها. تمام. بعد كده بقى من حيث التمبريتشر درجه الحراره، البكتيريا يا جماعه بتحب درجه الحراره ايه؟ الوسط. دايما خير الامور الوسط، بتحب درجه حراره جسم الانسان. فبيقول لك يا بتحب ما بين 25 ل 45 درجه سيليزيه، اكتر حاجه في درجه حراره 37 درجه سيليزيه اللي هي درجه حراره جسم الانسان، والكل قاعده شواذ هنقولها دلوقتي. يبقى ده الطبيعي في درجه حراره البكتيريا. طيب البي اتش اللي هي بقى الايه مش فاكر كنا بناخدها بالعربي يعني ايه؟ البي اتش. ماشي. البكتيريا بتحب بي اتش ايه؟ زي جسم الانسان. بيقول لك ما بين 7.2 ل 7.6، اصلا بي اتش بتاع دم الانسان كام؟ 7.4. هي بتحب اهو ما بين 7.2 ل 7.6 اللي هو كام يعني؟ 7.4. والكل قاعده شواذ. في بكتيريا بتحب الالكالاين بي اتش، في بكتيريا بتحب الاسيدك بي اتش. البكتيريا اللي بتحب الالكالاين بي اتش هندرسها ان شاء الله في البكتيريولوجي، اسمها ايه؟ الفيبريو. وهقول لك المعلومه دي قدام ان شاء الله في البكتيريولوجي. الفيبريو كوليرا. كنت بحفظها ازاي؟ كوليرا الكالاين، كوليرا الكالاين بتحب بي اتش 8. انما في بكتيريا تانية اسمها لاكتو باسيلاي، من اسمها كده لاكتو باسيلاي يعني بتطلع لاكتيك اسيد، يعني بتحب اسيدك بي اتش، بتحب الاسيدك بي اتش اللي هو بي اتش بيساوي 4. في بقى مربع كده موجود حطيته لكم زياده السنه دي، شويه ايه من اسئله في كتاب الاسئله بتاع الاسم، ما كانش موجود في المذكره القديمه بتاعتي، موجوده في المذكره الجديده. شويه ديفينيشنز كده موجوده في كتاب الاسئله بتاع الاسم. اول ديفينيشن عندي يا جماعه حاجه اسمها الهالوفيليك بكتيريا. قسم الجمله عشان تفهم. هالوفيليك بكتيريا، فيليك يعني محب، هالو ده كلمه لاتيني بالعربي يعني الملح، دي بكتيريا بتحب الملح. بكتيريا ذات جرو ان بريسنس اوف السولت. طيب تاني ديفينيشن عندي حاجه اسمها السيرموفيليك بكتيريا، فيليك يعني محب، سيرمو درجه الحراره العاليه، دي بكتيريا بتحب درجات الحراره العالية. في بكتيريا عكسها اسمها ايه؟ سايكروفيليك، سايكروفيليك، فيليك يعني محب، سايكرو، سايكرو دي كلمة لاتيني بالعربي يعني درجات الحرارة القليلة، كولد تمبريتشر، بكتيريا بتحب الكولد تمبريتشر. في بكتيريا بقى اسمها الايه؟ الميزوفيليك، الميزوفيليك، فيليك يعني محب، ميزو، ميزو يعني ايه؟ يعني درجات الحرارة الوسط. يبقى ثيرموفيليك وسايكروفيليك وميزوفيليك، دي بكتيريا بتجرو ات اوبتيمم هيومن بودي تمبريتشر اللي هي درجه الحراره الايه؟ الوسط. اخر حاجه اسمها الكابنوفيليك بكتيريا، قلتها لك، محبه للكابنو اللي هي ثاني اكسيد الكربون زي البكتيريا اسمها الايه؟ الناسيريا. تمام؟ كده الحمد لله خلصنا تشابتر 2 من الشباتر اللذيذه اللي مش تقيله. نراجع كده سريعا زي ما بنراجع كل مره. اول حاجه عندي حاجه اسمها البكتيريا ريبرودكشن، وقلنا البكتيريا بتنقسم عن طريق حاجه اسمها سيمبل باينري فيجن. على فكره المراجعه مهمه، يعني انت الشابتر خد مني قد ايه تسجيل؟ ساعه الا 10، هتلاقي المراجعه 5 دقائق، يبقى انت لميت الشابتر كله في 5 دقائق، مهمه جدا بتلم لك المعلومه. البكتيريا بتتكاثر عن طريق الباينري فيجن يعني الانشطار الثنائي. ازاي؟ خطواته رقم واحد الونجيشن وبكتيريا كروموزومال دوبليكيشن، بعد كده فورميشن اوف ترانسفيرس سيستم، يقسم لي البكتيريا الاثنين من نفس حجم الخليه الام. الدبلنج تايم يعني مده التضاعف، تايم ريكوايرد باي البكتيريا تو دبل اتس نمبر. وقلنا نوعين اتنين من البكتيريا النيوتريشن، اوتوتروف بكتيريا ذاتيه التغذيه بتاخد المواد الغذائيه الصغيره تصنع اكلها بنفسها فمش هتهاجم جسم الانسان، نسميها فري لايفنج او نون باثوجينيك. لكن الثانيه اسمها الهيتيروتروف، دي بكتيريا غير ذاتيه التغذيه، ده عايزه الاكل جاهز بتهاجم جسم الانسان عشان تاخد منه الاكل فبنسميها باثوجينيك. البكتيريا ما بتيجي في بكتيريا اسمها دلوعه كده الفاستيدياس، محتاجه حاجات معينه يعني عشان تنمو. البكتيريا لما بتيجي تتكاثر بتمر باربع مراحل، اول مرحله اسمها اللاج فيز، عدد البكتيريا ثابت. ليه؟ البكتيريا بتتكيف مع البيئه عن طريق ان هي بتصنع اكل وشرب والكلام ده كله، بما انها بتصنع يبقى في هاي ميتابوليزم بات وزود سيل ديفيجن. تخلص المرحله الاولانيه تخش على المرحله رقم 2 اسمها اللوك فيز، وصفها ايه اللي بيحصل؟ عدد البكتيريا بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ عدد البكتيريا بيزيد، معنى كده ان في فاستست جروث، بتتكاثر بسرعه، وبما انها بتتكاثر
اكتر مرحله المضاد الحيوي يشتغل عليها هي المرحله رقم 2. المضاد الحيوي بيشتغل على البكتيريا بتتكاثر، تخش على البكتيريا على المرحله رقم 3 ستيشنري فيز، عدد البكتيريا بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ طبعا عدد البكتيريا ثابت. ليه؟ لان الاكل بدا يقل والتوكسينز بدات تزيد، فبدا في بكتيريا بتموت، اللي بيموت قد اللي بيتولد، فالعدد النهائي يبدا يبقى ثابت. معنى كده ان البكتيريا تعرضت لظروف بيئيه غير مناسبه فتبدا تصنع حاجه اسمها ايه؟ السبورز. تخش بكتيريا في المرحله رقم 4 بنسميها الديس فيز او الديكلاين فيز، وده تطور طبيعي للمرحله رقم 3. الاكل خلص خالص والتوكسينز بقت ماليه المزرعه، فبقى اللي بيموت اكتر بكتير من اللي بيتولد، فالعدد النهائي يبدا يقل، فتخش في مرحله الديس فيز او الديكلاين فيز. بعد كده قلنا البكتيريا من حيث الغازات يا اما اكسجين يا اما ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون كميات قليله، الا الكابنوفيليك بكتيريا عايزه بكميات عاليه. من حيث الاكسجين خمس انواع، بتاع ده استريكت ايروبيك او اوبليجيت ايروبيك، لازم هواء عشان اصنع طاقه. استريكت انيروبيك او اوبليجيت انيروبيك، لازم ما فيش هواء، لو في هواء انا هموت. ليه؟ عشان لو في هواء بيحصل بيطلع مادتين، الهيدروجين بروكسيد والسوبر اوكسيد، وانا ما عنديش الهيدروجين بروكسيد ولا سوبر اوكسيد ديسميوتيز، فهيموتوني لانهم توكسيك للبكتيريا. النوع الثالث بنسميه الفاكلتاتيف انيروب، كده ينفع وكده ينفع. النوع الرابع بنسميه مايكرو ايروفيليك، بكتيريا بتحب الهواء بكميات قليله. النوع الخامس بنسميه ايرو تولرانت انيروب، دي بكتيريا لا هوائيه بت كان تولريت الهواء، تقدر تستحمل الهواء. ليه؟ لان عندها السوبر اوكسيد ديسميوتيز، انزيم واحد من الاثنين. وقلنا ثاني اكسيد الكربون، قلنا التمبريتشر، بكتيريا بتحب درجه الحراره الوسط. البي اتش بتحب البي اتش الوسط، لكن في بكتيريا الكالاين زي الفيبريو كولورا، في بكتيريا اسيدك زي اللاكتو باسيلاي. في شويه ديفينيشنز، هالوفيليك بكتيريا دي بكتيريا بتحب الصوت، ثيرموفيليك بكتيريا بتحب درجات الحراره عاليه، سايكروفيليك درجات الحراره قليله، ميزوفيليك درجات الحراره الوسط، الكابنوفيليك دي بكتيريا بتحب ثاني اكسيد الكربون. يعني اتمنى ان احنا نكون فهمنا شابتر من الشابتر اللذيذة مش تقيلة يعني. ولو في أي حاجة طبعا ابعتولي، بالتوفيق وربنا معاكم يا رب.